مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا في حلقة جديدة من برنامجكم بداية عمر بداية حل. أهلا وسهلا بك يا عمر. أهلا بك يا دكتورة منى، مساء الخير على جميع المشاهدين على قناة الصحة والجمال. إن شاء الله حلقة مميزة النهاردة. إن شاء الله معانا النهاردة ضيف متميز جدا ومتألق دايما، الحاج سلامة حامد. اهلا وسهلا بحضرتك يا حاج سلامة. اهلا بيك. رئيس مجلس نادي الكهرباء بالوراق وصاحب شركه المقاولات، شركه السلام للمقاولات. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم، شرف ومنور برنامج بدايه حلم. ربنا يخليك يا كابتن. طبعا الاستاذ سلامه حامد من النماذج المشرفه، بنشوف وراء كل هيئه او كل مكان ناجح شخصيه قياديه بتخطط مظبوط وبتاخد بايد المكان وتطلع بيه. النهارده نشوف نموذج مشرف جدا ان كان في مجال الاستثمار او مجال الرياضه عموما. استاذ سلامه اهلا وسهلا بحضرتك، مشرف الدنيا. اهلا بيك. ربنا عايزين بقى نبذه بسيطه كده عن حضرتك في البدايه. الله، انا حضرتك انا اول مره طبعا ادخل في مجال الرياضي من فتره قصيره، يمكن من سنتين دخلت في المجال الرياضي، فكان عندي فرصه نادي كهرباء غرب القاهره، كان في المربع السكن بتاعنا اللي كان ينقصه المكان اللي يبقى فيه متنفس رياضي واجتماعي للبلاد المجاوره للنادي، عشان الشباب والرياضيين، عشان الشباب والرياضه. وانت عارف طبعا حضرتك الاماكن دايما الاماكن اللي هي الريفيه بتبقى ينقصها دايما مراكز الشباب، دايما بيبقى مركز شباب مبنى ولكن بدون خدمات، بدون خدمات، بدون ملاعب. فده كان بالنسبه لي يعني ايه زي ما تقول حلم من ايام الطفوله ومن ايام الشباب، اتحرمت منه لان ما لقيتش مكان نلعب فيه كوره. تمام. فكانت فرصه بالنسبه لي ان يطرح نادي محطه كهرباء غرب القاهره في المربع السكني بتاعنا، يخدم المنطقه زي ما قلت لحضرتك سابقا. فما كان مني ان انا دخلت فيه، استلمته ارض فاضيه لا كانش فيها اي نوع من اي انواع من انواع الانشطه خالص، ولا المكان اصلا كان مجهز، ولا في اي بادره ان تؤكد ان كان في نادي وكان في انشطه رياضيه فيه. في الوقت ده كان في 2019 تقريبا، 2019 السنه اللي فاتت. تمام. السنه اللي فاتت بس 2019. كان فاضي خالص. كان فاضي، وكان في بقى يعني مش عايز اقول لحضرتك جميع الانشطه وجميع المبقات بتاع اللي انت تعرف بيها بتاع الشباب. فطبعا كان من دوري ان انا في خلال 6 شهور عملت نادي ملعب قانوني، ملعب كبير قانوني، اشتركت بحوالي 11 فرقه من البراعم ولا كلهم براعم يعني، ونادي وفريق الاول. فريق الاول اللي هو الدرجه الاولى. تمام. خد بال حضرتك، فطبعا ده كان الهدف من انا زي ما قلت لحضرتك اجذب الشباب بدل مخدرات، بدل بستقطبهم لشيء صالح، شيء مفيد ليهم، شيء صالح ومفيد وفي نفس الوقت يبقى كويس بالنسبه لهم يعني. انت برضو الحاجه اللي انت كان نفسك فيها زمان وانت شباب تمارس الرياضه ويبقى في نادي ويبقى في حاجه زي كده، فانت بتحاول انك تخدم اولادك وشباب المنطقه وشباب يعني. هو النادي اصلا في منطقه الوراق، في مربع سكني تبع مركز اوسيم. مركز اوسيم. ايوه مركز أوسيم، وطبعا بيضم بيجي لنا من الوراق ومن سئيل ومن طناش ومن القراطين ومن صيدا، كل البلاد المحاوطه للمركز للنادي، كل دول استفادوا بيهم سواء اجتماعيا او رياضيا. اجتماعيا انشات يعني كافتيريا على احدث مستوى. أيوة. على شاطئ النيل، واخد بال حضرتك، ملاهي اطفال لاولادنا، يعني زي ما تقول مكان مجمع لكل الانشطه. صح. اللي عايز يجي يلعب كوره، اللي عايز لو اسره جايه معاها مثلا اطفال معاها حاجه. انا رحت وزرت النادي يا جماعه، وللعلم برضو زرته من سنه، يعني انا زرته في بدايه النشاه، كان في اول 2019، كان يعني ما كانش مرضي للدرجه اللي هي 100%، لكن الاسبوع اللي فات بس كان عندنا لقاء هناك وشفنا حاجه عظيمه جدا. اولا النادي على النيل على طول، في زي ما الاستاذ سلامه بيقول في ملاهي، في ملاعب، في انشطه رياضيه كتير. طيب نتكلم شويه بقى في موضوع كره القدم، علشان طبعا احنا كان عندنا مباراه مهمه امبارح، الاهلي والباير، طبعا كانت حاجه جميله جدا، مصر كلها كانت بتساند طبعا في النادي الاهلي،
معرفش الزملكاويه سندونا ولا ايه، بس يعني اشك انا في الحته دي. شو اصلا انا شايف حضرتك اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي 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 انا وانا كمان اهلاوي أي... بس عمرو زملكاوي. لا طبعا ازاي بس يبقى هنغير له لا هنغير الهويه لا انا اهلاوي طبعا. النادي الاهلي نادي كبير من اعظم 4 انديه في العالم دلوقتي، بينافس في المربع الذهبي. ربنا يكرمنا يا رب، احنا ما نلناش المركز الثاني، ممكن ان شاء الله يبقى ثالث باذن الله تعالى في المباراه النهائيه القادمه ان شاء الله. برضو لعيبه الزمالك برضو فيها لعيبه بصراحه ممتازين جدا ممتازين جدا، ربنا يوفقهم يا رب في الدوري المصري. عم نتكلم في دوري ابطال العالم، طبعا النادي الاهلي من اعظم الانديه، وبنقدم لهم كل الدعم من شاشتنا هنا، وطبعا برضو حضرتك يعني رئيس مجلس اداره نادي رياضي، فاكيد برضو هتوجه لهم كلمه. طبعا النادي الاهلي نادي في دمي، ونادي نادي القرن زي ما بيقولوا، ودي حاجه مش جديده عليه ان هو يخش في مباريات يعني زي ما تقول اختبار حقيقي. كان كاس العالم بينافس كان اختبار حقيقي امبارح لمصر، صح. مش هنقول بقى للنادي الاهلي بس، لمصر، لان النادي الاهلي يمثل في الاول وفي الاخر مصر كلها. فالحمد لله احنا برضو قمنا امبارح كان في اداء مشرف، صح. وهي غلطتين من نقول غلطتين من من الدفاع، يعني الحمد لله احنا عندنا حارس مرمى عملاق كويس، كنا اقرب لل كنا ممكن نسجل هدف وممكن كنا نتعادل، بس هو بقى ايه الحمد لله يعني الحمد لله بنلعب مع منتخب العالم، صح. مش بنلعب مع فريق عادي لا، يعني فريق بطل اوروبا في نفس الوقت لعيبته كلها منتقام، يعتبر كنت بتلعب منتخب العالم كله. لا وميزانية الماليه بتاعتهم حاجه فوق الخيال يعني. طبعا طبعا فروق طبعا الفروق الحمد لله احنا وصلنا لمستوى كويس ونتيجه مشرفه، وكل القيادات في الدوله قدمت لهم الدعم والشكر امبارح، طبعا حاجه جميله جدا، حاجه مشرفه حقيقه. اكيد طبعا عند حضرتك في نماذج بقى لعيبه مميزه وحاجات زي كده، بياخدوا بقى لعيبه الاهلي زي الشناوي واللعيبه الكبار اللي عندنا دول لهم قدوه يعني. الشباب عندك متابعين بقى الدوري وكده؟ طبعا متابعين متابعين عندي، وانا الحقيقه مهتم بدرجه بكل الفرق، وبخص كمان الفريق الاول، مهتم بيه جدا، من تغذيه من سكن من كل الحاجات اللي انا بقدر عليها بعملها، لان الموضوع عندي مش موضوع زي ما قلت لحضرتك مش استثماري الى حد ما، لكن في الاول وفي الاخر انا برضو عامل فرق استثماري عشان تصرف اكاديميات، صح، اكاديميات والعاب فرديه، واخد بال حضرتك، وملعب خماسي برضو بيأجر لبعض الشباب بتوع المنطقه. يعني مش بقول ان انا مش جاي يعني مش بعمل حاجه، بس مش لا برضو فيها جزء استثماري، فيها جزء عشان نكون بس صراحه مع مع الناس يعني. طبعا عامل ملعب خماسي برضه بيجي بقى اجره للشباب المنطقه باجر يعني مخفض بسيط، واخد بال حضرتك. عامل جيم سيدات ورجال على اعلى مستوى، وحضرتك تبقى تيجوا تزورونا كده ان شاء الله، ان شاء الله تصوروا هناك. هو الجيم ده تقريبا في مركب او حاجه زي كده، في عوامة في وسط النيل، حاجه جميله جدا جدا. انا شفتها سيدات ورجال، واخد بال حضرتك. وطبعا مدينه عامل برضه العاب ملاهي للاطفال، بحيث ان حضرتك قاعد ابنك عايز يمارس رياضه، عايز يلعب، فالاطفال الصغيره، فالموضوع يبقى متكامل، ما يحسش بالملل وما يحسش بال في كافيتريات ومطاعم جوه، شفتي برضو حاجات جميله جدا، صح؟ طبعا وامن، يكفي ان هو بيبقى عنصر الامن والامان برضو متوفر، مكان مقفول وفي مكان محترم وكويس، وامن خارجي زي ما حضرتك لو جيت عندنا في اي وقت على البوابه هتلاقي في امن خارجي على البوابه، شركه محترمه، واخد بال حضرتك، مع الامن الداخلي بتاع اللي يخص شركه السلام. تمام. طيب دلوقتي نتكلم في موضوع الكوره بقى، في كام فريق عندكم في كره القدم؟ عندنا 7 اقدر اقول لحضرتك، سبع فرق ناشئين، مواليد بقى مختلفه بقى، ناشئين من 2000 ل 2006 ناشئين، تمام. وبعد كده براعم، 4 فرق براعم، وفريق الاول، الفريق الاول فرست. تمام فرست. ومع ذلك برضو في اكاديميه لل عاملين اكاديميه تحس اللي عنده برضو اطفال ولا حاجه وحاجه داخل النادي. حضرتك اكاديميه داخل اكاديميه السلام بنادي محطه كهرباء غرب القاهره، تمام. عاملين اكاديميه للاطفال، تقبل من سن كام لكام؟ بنقبل من 4 سنوات، من 4 سنوات، تمام، من 4 سنوات لحد 10 مثلا. حضرتك حاسس ان انت حققت الحلم ولا لسه؟
لا انا يعني لسه مستمر في تحقيق الحلم. احنا دايما احنا طبعا بنحلم كتير ونبدا خطوه بخطوه، واتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا ويوفق اي حد في مجاله انه ينجح. يعني ده توفيق من عند ربنا بقى، الواحد بيعمل اللي عنده واللي على الله بقى هو اللي يكون. حضرتك بتبقى يعني مبسوط كده وانت قاعد في النادي كده، حاسس ان انت حققت هدف من الاهداف اللي انت كان نفسك فيها ايام الطفوله؟ طبعا طبعا ده شيء مريح والحمد لله. انا وناس كتير دايما بتشكرني على الاداء اللي انا عملته، لان ده النادي الوحيد زي ما قلت لحضرتك في المربع السكني ده. صور للنادي عايزين نعرضها واحنا بنتكلم كده عشان نشوف جمال النادي. اتفضل ماشي مع حضرتك صور؟ هي موجودة على الشاشة. ماشي هنكمل كلامنا عن النادي. اتفضل. وطبعا زي ما قلت لحضرتك طبعا انا بدأت بالحلم وبدأت ان انا على قد ما اقدر بطور، وكل يوم يمكن حضرتك لو جيته زي ما الكابتن بيقول جه من فترة لقى النادي كان وضعه ايه ودلوقتي بقى وضعه من سنة حاجة مختلفة جدا. كل يوم كل يوم بطور، وكل يوم بيجي لي فكرة بعملها بحيث ان انا ما اخرجش على الاطار الرياضي والاجتماعي، واوفر الرأي. الناس بتطلب بعض حاجات يعني لا، المكان هناك جميل، فيه مية ومكان فيه خضرة ومفتوح بس كمان. بس احنا برضو المكان حلو، المية موجودة بس مطلب بقى، لان الناس يعني طلبوه مننا واحنا هناك الاسبوع اللي فات، قالوا عايزين حمام سباحة. ما اتمنى بقى ان هو ده المرحلة. وانا بقول لحضرتك المرحلة لسه فدي الخطوة اللي جاية، لان كذا حد كلمنا واحنا موجودين. فعلا هو المطلب ده ناس كتير كلمتني عليه، لكن بيحتاج موافقات وبيحتاج اجراءات كتير، اجراءات معينه تخصني بالعقد مع اداره الكهرباء، وفي اجراءات متبعه مع الجهه الاداريه لمديريه الشباب والرياضه ووزاره الشباب والرياضه. فطبعا الحاجات دي كلها انا ما بحبش اعمل حاجه يعني خارج الاطار القانون او اي حاجه بره الانشطه اللي انا متفق عليها اللي انا نفذتها. لكن انا طلبت الكلام ده والناس فعلا طلبت، وان شاء الله اتمنى ان انا كل لو كملت السنين اللي جايه ان شاء الله اعمل الانشطه اللي السباحه. في حد طلب حاجه تانية يعني انشطه زي كده مشابهه والله، يعني تضاف او اي مجالات عموما في النادي؟ يعني هو يعني في ناس كانوا بيكلموني على 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 الطايره، على الطايره كلموني على الطايره والسله. أيوة. ودي ان شاء الله تبقى برضو في الايه في الخطه القادمه، الخطه اللي جايه باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله اتمنى ان انا اعملها، او اللي يجي بعد مني بقى عايز يكملها. ما هو احنا على فكره الوضع في مصر دلوقتي ما عادش فيه كلمه الذات او انا او بس، كل اللي بيجي بيكمل على اللي بعده. حتى لو شفنا في مجلس الوزراء ما فيش كل رئيس وزراء او وزير او محافظ بيجي يكمل على اللي بعده، وده هو ده النجاح. كلنا يعني ما حدش بيحذف شغل اللي قبله ويبدا هو من الصفر زي العصور اللي باقيه. ترجع بقى الاراده السياسيه بيقولوا قدوه اللي بنشوفها، لما يبقى في قدوه وفي اراده سياسيه بتنفذ الكلام ده حضرتك ما بتلغيش اللي بعدك وبتكمل. لكن في فترات معينه من الزمن كان بيحصل الكلام ده، اللي بيجي مدير او بيجي وزير مغير كل الداتا اللي شغال عليها المصابه. لكن اللي شاف القياده السياسيه حاليا في الفتره دي ده يعني فيها اراده سياسيه وفي تنفيذ على ارض الواقع. انت شفت سياده الرئيس كان فين اول امبارح؟ افتتاحات يعني طبعا اماكن عشوائيه وبدعم العشوائيات وبيطور القرى. فالحاجه دي الحمد لله في تطورات في مصر كبيره جدا. احنا ربنا كرمنا برضو يا دكتوره منى برئيس جمهوريه، جماعه بيصحى الفجر يعني كل يوم نصحى ان الرئيس مثلا بيفتتح كوبري في المكان الفلاني، بيفتتح مدينه حديثه، بيفتتح صوامع، بيفتتح مزارع للسمك. يعني عندنا نشاط كل يوم، بتلاقي حاجات جديده، مش رئيس نايم او في مثلا كسل او كده، لا من الفجر تلاقي كل يوم على التلفزيون تلاقي في حاجات جديده. فلو شفنا العاصمه الاداريه طبعا حاجه فوق الخيال. طبعا انا كان ليا الشرف ان انا بزورها كل فتره، ودي حاجه مدينة من نموذج من النماذج اللي في الدوله. لكن بص بقى تطوير العشوائيات بالظبط، والنظره للاسمرات وغيره وغيره وغيره، والصرف الصحي والغاز الطبيعي اللي بيخش في الكره كلها. بالنسبه لنا كان حلم ان انا يبقى عندي في بلدي صرف صحي وغاز بادئين بداوا فيه يمكن من حوالي شهر بدا فيه. فطبعا الحاجات دي بالنسبه للارياف كانت حلم. وفي كل على فكره في كل القرى
يعني انا بقول لك الكره، انا متابع كفر الشيخ، الشرقيه، الغرب، متابع كل الكره البسيطه، الاقي فيه عمليات رصف، والاقي فيه صرف صحي وغاز، ويعني مش مقتصره على المدن القاهره او الجيزه او كده، لا كان الاول كده، كان الاول حضرتك اللي كان بيحصل كده، كان كله مهمش على 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 حساب محافظه او اتنين. بالظبط كده، الخدمات كانت بتبقى دايما مش بتبقى طايله كل كل بالذات الارياف والقرى والنجوع والحاجات دي كلها، لا النظره وزي ما قلت لحضرتك القدوه والاراده السياسيه في تنفيذ الكلام ده طبعا بتبقى حاجه كويسه. وخلي بالك برضو يعني مع ده كله لسه رغيف العيش بخمس قروش طبعا، يعني برضو الدعم لسه زي ما هو وكل حاجه في، يعني احنا طبعا انا الواحد زار بره مصر كتير وكده، شاف بعينه قيمه البلد وقيمه ان البلد لسه مستقره واقفة، وجيشنا زي ما هو، شرطتنا، الشعب. طب وكفايه حضرتك، كفايه حضرتك ان انت حاسس بالامن والامان داخل بلدك لما تبص للدايره اللي حواليك، بص فعلا شوف فعلا فعلا. انت بنفسك هتقول الحمد لله، ممكن اتعب شويه، ممكن الحاجه تبقى زي يعني سعرها عالي سنه، بس موجوده، بس موجوده وقادر عليها الحمد لله، وربنا يوفقك، بس في امن وسلام يعني. الحمد لله. نرجع بقى نرجع للرياضه تاني، نرجع للنادي تاني بقى. ايه نصيحتك للشباب بقى عن الرياضه؟ والله انا بنصح الشباب البعد عن المخدرات بكل انواعها واشكالها، لان احنا لامسين الحاجات دي كلها، ده مرض يعني بيخش كل البيوت للاسف الشديد، وهنقول مرض العصر، مرض العصر داخل كل البيوت، واخد بال حضرتك، وبعدين بيدمر. يعني مثلا ايه، يعني على سبيل المثال انا اشوفت بنفسي بصفه وظيفتي، بشوف نفسي ابن بيسرق بيته، يسرق ياخد الانبوبه بتاعه البوتاجاز عشان يبيعها، عشان يجيب نوع من انواع المدخن، بيدمر المخ او مخدر او وبعدين بيجي يعمل جريمه. المخدرات مش في حد ذاتها ان انا ضرر نفسي، لا ده انا ضرر نفسي وضرر المجتمع اللي حواليا فعلا فعلا، واخد بال حضرتك، اصابت اثر على المخ تصرفات طبعا. تصرفات مش مظبوطه، لانه خلاص بيبقى تحت طايله الايه، المخدر، خلاص بيعمل اي حاجه، مسيطر عليه فعلا فعلا. ممكن يسرق، ممكن يضرب، ممكن يعمل حاجات تانية، يخطف، يعني يعمل اي حاجه خارج عن القانون. الرياضه بتبعدنا عن اللي بيتجه بقى شغل الرياضه بيبعد خلاص، لكن الرياضه ده خلاص بقى واحده في واحده، خلاص بيبقى بينتمي بقى فكره للرياضه، بطلع طاقته في الرياضه، وحاجه مفيده بالنسبه له. هو اول ما بيحس بيها بيستريح، يقول لك لا انا همشي في الاتجاه ده، صح. لكن لما نسيب الشباب كده متسكع في الشوارع والمخدرات تسيطر عليه، لا. يا ريت، انا بتمنى ان الموضوع ده الانديه او مراكز الشباب على مستوى الجمهوريه كلها تهتم بالشباب، لان هو ده بيقولوا ايه، نصف الحاضر وكل المستقبل. بالظبط، الشباب هو كده، نصف الحاضر وكل المستقبل فعلا. الاهتمام بالشباب ده حاجه كويسه، وانا شايف برضو زي ما استاذ عمرو بيقول كل القياده السياسيه مهتميه بالرياضه والانشطه الرياضيه، انا شايف كل شويه، وعندنا كاس العالم بتاع الانديه، كاس العالم كره اليد اتنظمت في مصر، اتنظمت بطريقه جميله جدا، فعاليات كتير بتتعمل في مصر والحمد لله بتنجح، عندنا وزير شباب محترم طبعا، سياده الوزير اشرف صبحي، يعني ليه كل التحيه والتقدير، نموذج مشرف لمصر، يعني الحمد لله، يعني شاب ناجح ونشيط وفاهم فكر الشباب، يعني هو يعني كل المبادرات والحاجات اللي احنا نفسنا فيها بنلاقيها في كل مركز شباب، بس عايزين بقى القيادات واللي مسؤولين عن كل الانديه ومراكز الشباب يبقى عندهم نفس الروح برضو، يعني عندنا برضو، يعني ايه، الواحد بيحزن لما يدخل مركز شباب او حاجه يلاقي ما فيهاش اهتمام، يلاقي ملاعب مهمله، يلاقي النماذج دي موجوده، انت معايا؟ موجوده حضرتك. انا قلت لك النادي بتاعي كان كده، انا دخلت عليه لقيته فيه في زواحف، كل حاجه موجوده، وزباله، وكل المبوقات كلها كانت في النادي الحمد لله، في خلال ست شهور نهضت بالنادي وجميع الانشطه دي في خلال ست شهور بس، مش وقت كتير، يعني نتمنى لحضرتك التوفيق. الحلقه عدت بسرعه مع حضرتك، لنا لقاءات اخرى ان شاء الله عن الرياضه، ربنا يخليك، بنتعلم من حضرتك كتير، ونتمنى حضرتك دايما في ان شاء الله تكون دايما بالتوفيق ان شاء الله، ان شاء الله، ودايما ناجح في حياتك، ونشكر حضرتك على اللقاء الجميل ده. ربنا يخليك، شكرا ليكي انت والكابتن عمرو، شكرا جزيلا. الحلقه خلصت بسرعه، شرفت ونورت الدنيا، ان شاء الله لينا لقاءات اخرى ان شاء الله باذن الله، لان في مواضيع كتير وفي كلام كتير عايزين برضه بس بنتهز الفرصه دي، واشكر مجلس اداره النادي
والاداريين كلهم والمدربين كابتن هاني حسن والكابتن محمد كامل، كابتن احمد سلامه، ناصر سلامه، جمال سلامه، وكل القائمين على اداره النادي والمعاونين في نجاح المنظومه اللي انا الحمد لله بنشكرهم جدا ونشكر حضرتك جدا. ولنا لقاءات اخرى ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، في نهايه حلقتنا هنطلع مع الباشمهندس احمد نشوف التقرير ونشوفكم في حلقه جديده من برنامجكم بدايه حلم. في رعايه الله. هنتكلم النهارده عن موضوع الطاقة الشمسية، وزي ما احنا عارفين الطاقة الشمسية من الطاقات النظيفة زي طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية وغيرها، واللي هيتم الاعتماد عليها بشكل كبير جدا في توليد الكهرباء في المستقبل. وعشان نحول الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربية بنستعين بخلايا كهروضوئية من مواد شبه موصلة زي مادة السيليكون. وزي ما احنا شايفين في الصورة كل خلية ضوئية موجودة في اللوح الشمسي مكونة من طبقتين، نوع موجب اسمه بي تايب ونوع سالب اسمه ان تايب. ايه بقى البي تايب والان تايب؟ اولا ماده السيليكون بيتم استخراجها من رمال الصحراء في صوره غير موصله، عشان كده بيتم تطعيمها ببعض الشوائب، العمليه اللي بيسموها الدوبينج. العمليه ديت بتحول ماده السيليكون الى ماده شبه موصله، وفي الغالب التطعيم ده بيتم بماده من اتنين، يا اما البورون او الفوسفور او بالاتنين مع بعض. طبعا في ناس هتقول احنا مالنا ومال الكلام العلمي ده، احنا يهمنا ان احنا نركب بس وحده طاقه شمسيه عندنا في البيت كبديل للكهرباء الموجوده. عشان كده هنتكلم عن انواع الالواح الشمسيه ومقاساتها وايه هي الانواع اللي هتكون مناسبه للمنازل وكذلك المشاريع التجاريه. نيجي بقى لنقطه مهمه وهي مقاسات الالواح الشمسيه. النوع الاول زي ما احنا شايفين في الصوره بيتكون من 60 خليه شمسيه، 6 بالعرض و10 بالطول. مقاس الخليه الواحده 164 في 99 سنتي، ودي بتولد لي قدره تتراوح من 250 الى 285 واط. والنوع الثاني بيتكون من 72 خليه، مقاساتهم 196 في 99 سنتي، ودي بتولد لي قدره تتراوح من 315 الى 335 واط. لما بيتم تجميع مجموعه من الالواح الشمسيه مع بعضها دي بنسميها المصفوفه الكهروضوئيه. في عندنا ثلاث انواع للالواح الشمسيه. النوع الاول اللي هو احادي الكريستالات او مونو كريستالين سيليكون بانل، والنوع الثاني اللي هو الالواح متعدده الكريستالات او اللي بيسموها بولي كريستالين سيليكون بانل، والنوع الثالث اللي هي الالواح المرنه او اللي بيسموها سين فيلم بانل. النوع الاول اللي هو احادي الكريستالات زي ما احنا شايفين قدامنا. من مزايا النوع ده ان كفاءه توليد الكهرباء فيه عاليه جدا، تصل الى 22.5%، بالإضافة أنها خلايا صغيرة في الحجم والعمر الافتراضي فيها يزيد عن 25 سنة. أما النوع الثاني اللي هي الألواح متعددة الكريستالات فدي بتتصنع من فتات أو كسر السيليكون المصهور، ومن المزايا بتاعتها أن هي رخيصة الثمن، بالإضافة أن العمر الافتراضي بتاعها يزيد عن 25 سنة. لكن من عيوب النوع ده أن كفاءة توليد الطاقة فيها لا تزيد عن 17%، بالإضافة أن هي كبيرة في الحجم مقارنة بالنوع الأول اللي هو أحادي الكريستالات. اما النوع الثالث وهي الالواح المرنه فدي من المزايا بتاعتها ان الوزن بتاعها خفيف والسمك اقل، بالاضافه ان هي سهله التركيبات للتطبيقات المتحركه زي السيارات والسفن وغيرها. لكن من عيب النوع ده ان العمر الافتراضي لا يتجاوز 15 سنه، بالاضافه ان سعرها غالي مقارنه بالامكانيات بتاعتها. لكن في ابحاث كثيره جدا بتتم الفتره ديت لتطوير النوع ده من الالواح الشمسيه. زي ما احنا شايفين قدامنا في الصورة ده بيان بأعلى الدول استخداما للطاقة الشمسية في العالم، وطبعا مفيش ولا دولة عربية موجودة فيهم. في نوع جديد من الألواح الشمسية بيضاوية الشكل، مختلف عن الألواح التقليدية اللي هي المسطحة، ودي بيتم عليها دراسات حاليا في الولايات المتحدة للاستفادة من الطاقة الشمسية على مدار اليوم. استخدام الطاقة الشمسية أصبح ضرورة وتوجه عالمي، والغرض منه هو تقليل الاعتماد على الوقود في توليد الكهرباء اللي بيسبب التلوث وتغير المناخ، خاصة بعد جائحة كورونا وظاهرة الاحتباس الحراري اللي هتوصل لذروتها بعد سنتين. عشان كده أوصت منظمة الصحة العالمية بضرورة الاعتماد بشكل كبير جدا على الطاقة الشمسية في توليد الطاقة الكهربية، مع مراعاة ان احنا ما ينفعش نقتني اي لوح شمسي كفاءته اقل من 17%. دي كانت حلقة سريعة عن فكرة عمل وانواع الواح الطاقة الشمسية. اشوفكم في حلقة تانية قريب. السلام عليكم.